صباحكم الله بكل خير مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج الصباح رباح في هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، اللي كل منا يتمنى أن يشارك حجاج بيت الله الحرام عشان ناخذ الأجر والثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منهم وأنه يرزقنا كلنا الحج المبرور. حلقتنا اليوم أكيد فيها عدد من الموضوعات والفقرات المهمة. وصباح الخير يا حسنة. صبحت الله بالنور والسرور يا حنان، صبحكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام في حلقة اليوم. ومع هذه الأيام المباركة والفضيلة راح نتكلم عن الأطفال ومعاني الأيام العشر من ذي الحجة، ومع قرب عيد الأضحى راح نتكلم عن الألوان اللي تستهوي الفنان التشكيلي ودورها في إضافة الجمال لعمله الفني، هذا بالإضافة إلى أخبار من حول العالم. الحلو في الموضوع أن احنا في العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام مباركة، أيام يستحب فيها صوم حنان. طبعاً اللي عنده حجاج في بيت الله الحرام يطلب منهم أنه يدعون له، ويطلب منهم أنه مثل ما تقولين يحلونه ويبيحونه من ذاك الموقع. واستعدادات بعد العيد الأضحى حصة، يعني دائما الحين نقول ان الايام اللي نستعد فيها العيد تكون لها طعم مختلف، صح يوم العيد حلو بس الايام اللي قبلها بعد ايام وايد حلوه. وبعد اكيد راح نتكلم بعد عن الفن، ويمكن شفنا اللوحات الجميله والالوان الجميله. نعم. ان شاء الله بنتناقش مع ضيفتنا. إذا في حلقتنا اليوم مشاهدينا ومستمعينا بنتابع عدد من الفقرات والفعاليات، لكن البداية مع أبرز العناوين. فعاليات وأنشطة جماهيرية متنوعة تنظمها كتارة خلال عيد الأضحى المبارك. البلديات تكثف الرقابة على المنشآت الغذائية استعدادا لعيد الأضحى. ومن ضمن فقراتنا اليوم ومن حول العالم نتابع معاكم. كرواتي يحول شغفه القديم بالقطارات إلى متحف. عائلات هولندية تنشئ مزرعة جماعية عضوية لمواجهة التغيير المناخي. مشاهدينا ومستمعينا طرحنا سؤال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هل أنت من الذي يسافرون في العيد وأين وجهتك؟ حصة هل أنت؟ هل أنت؟ في هل أنت وهل أنت؟ بس احنا نخلص إن شاء الله العيد مع مشاهدينا الكرام، طبعا راح تكون عندنا حلقات مميزة إن شاء الله بتكون في صباح العيد، أكيد راح يتابعونا، لكن راح نتعرف إن شاء الله على التفاعلات في من خلال الحلقة. لكن في البداية نشوف شو أخبار جونا اليوم. جونا اليوم حنان طبعا غبار مع ضباب خفيف، بس مو مثل أمس. أمس كان شوي كان أقوى. صحيح. نعم. مشاهدينا الكرام طبعا احنا مثل ما ذكرنا لكم أن اليوم بيكون في غبار وعالق إلى ضباب في بعض المناطق، لكن الحين خلونا نبتدي فقرتنا للطقس مع الأجواء الصباحية لجزيرة اللؤلؤة.
والحين راح أخذكم في جولة لأحوال الطقس المتوقعة لليوم على بعض المدن القطرية، نقلاً عن إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، ونبدأها بالحالة العامة للطقس. لا يوجد تحذير على الساحل بالنسبة للطقس، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق. في البداية الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، وحالة البحر من 1 إلى 3 أقدام. نبدأ بمدينة الدوحة، حيث درجات الحرارة تتراوح بين 31 و 43 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 30 إلى 100%. الرياح جنوبية وتصل إلى 13 عقدة. وننتقل إلى بوسمرة، حيث درجات الحرارة تتراوح بين 30 و 45 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 20 و 95%. الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية وتصل إلى 8 عقد. وفي الريان، حيث درجات الحرارة من 31 إلى 46 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 10 إلى 95%. الرياح شرقية إلى شمالية شرقية وتصل إلى 5 عقد. نذهب معكم إلى مساعيد، حيث درجات الحرارة تتراوح بين 30 و 43 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 30 و 90%. الرياح جنوبية غربية وتصل إلى 11 عقدة. وفي مدينة الخور، حيث درجات الحرارة تتراوح بين 31 و 43 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 30 إلى 100%. الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية وتصل إلى 7 عقد. ونختم النشرة الجوية مع مدينة دخان، حيث درجات الحرارة من 30 إلى 45 درجة مئوية، أما بالنسبة للرطوبة فهي تتراوح بين 20 و 95%. الرياح جنوبية وتصل إلى 11 عقدة. بالنسبة لرواد البحر، لا يوجد هناك تحذير، هذا والعلم عند الله. كانت هذه نشرتنا الجوية لليوم، الحين راح أترككم مع درجات الحرارة المتوقعة لدول الخليج العربي. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا مستمعينا الكرام، نروح مع جولة في الصحافة المحلية الصادرة اليوم وأبرز الأخبار. نبدأ جولتنا مع جريدة الشرق. صاحب السمو يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة منيرة بنت محمد آل سعود. معالي رئيس مجلس الوزراء يترأس وفد الدولة في مؤتمر الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، ويؤكد دعم قطر كل أشكال التعاون والجهود الدولية لإنهاء الحرب. الديوان الأميري يعلن عطلة عيد الأضحى المبارك من 16 إلى 20 من الشهر الجاري. وزارة الصحة إنشاء برنامج وطني وشامل ومتعدد التخصصات للوقاية من العدوى. إلى جريدة الراية، وزير الأوقاف في اجتماع مع مسؤولي البعثة والوحدات المساندة يحث على التميز في تقديم الخدمات للحجاج. مبادرة لاستخلاص عينات الحمض النووي أطلقها مجلس قطر للبحوث والتطوير وسدرة للطب. مدير مشروع حديقة القرآن النباتية 100,000 زائر سنوياً لحديقة القرآن النباتية، والتي تضم 109 نباتات مختلفة. البلدية تكثف استعداداتها لعيد الأضحى، وجولات تفتيشية على المنشآت الغذائية. إلى جريدة العرب، وزير العمل ينوه في اجتماع الشركاء في جنيف في كلمة ألقاها نيابة عن دول مجلس التعاون بجهود دول المجلس لجعل مسارات انتقال العمالة آمنة.
مدير إدارة مركز معلومات الطلبة في وزارة التعليم، سياسة واضحة لمعادلة الشهادات المدرسية في إطار الحرص على تنمية وتطوير القوى البشرية. المكتبة الوطنية تطلق برنامج الزمالة الذي يشجع على إثراء تاريخ قطر وثقافتها. متاحف قطر تطلق باقة معارض خريف 2024. نختم جولتنا مع جريدة الوطن. أعضاء مجلس الشورى يؤكدون في ندوة نقاشية نظمها المجلس بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني أن الدبلوماسية البرلمانية تعزز التعاون الدولي. التربية والتعليم، النتائج الأولية للثانوية العامة مبشرة، خاصة في المواد التي اشتكى منها الطلاب. الرعاية الأولية تطلق برنامج سنان للعناية بأسنان الأطفال. اللجنة الأولمبية القطرية تنظم حفلة مسيرة وإنجاز والملتقى الاستراتيجي السنوي. ومع دخول العشر الأوائل من ذي الحجة الذي يحمل في طياته الخير والبركة وبدء الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ومن المهم هذه الأيام المباركة في غرس أهمية وثواب مثل هذه الأيام في نفوس أطفالنا. والحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف نورة المناعي، استشاري وخبير تربوي أسري. صباح الخير نورة. وفي البداية أكيد إحنا في أيام مباركة. الحمد لله. كيف ممكن أن إحنا نعزز هذه المفاهيم والقيم التي تحملها هذه الأيام الفضيلة في نفوس الأطفال تحديدا؟ يعني الحمد لله رب العالمين، الله بلغنا هذه الأيام. طبعا الأجر عظيم ومضاعف، يعني كل عمل خير مضاعف أضعاف مضاعفة، وهني دور الأسرة. نعم. يعني أنا أحس أن المدارس في إجازة، مخلصين امتحانات العيال، فنصهم في اليوم امتحان اليوم آخر يوم. أيوة، في نصهم في امتحانات والله، حتى الخميس ليل الخميس مشغولين بالهم. لكن الزين في يعني هذه الأيام في عيد الأضحى، يعني هاي العشرة أيام الأعمال سلوكية، يعني أعمال مش أقوال بس. حلو. يعني ممكن ولي الأمر، ولية الأمر، يعني ولي أمر ياخذ العيال يوديهم السوق يشترون الأضحية ويوريهم شلون أهمية، إن هاي بنقدم لله سبحانه وتعالى، والله غني عنه، بنقدم لله أحسن ما يكون، فنشوف يعني أضحية المناسبة. هذه سعادة عظيمة العيال. أنا مجرب عيالي يروحون في البيكا ويا أبوهم ويروحون يشترون، ويوم كبروا هم قاموا اللي يودون إخوانهم يعني وأحفادهم وعيالهم يودونهم معاهم نفس الخبرات اللي خذوها من أبوهم قاعدين يطبقونها الحين. فالتعلم بالقدوة وايد مهم. يعني الأم مثلا صائمة والأب صائم، الأطفال طول الوقت متسائلون ليش صايمين وشنو الأجر، ما بيرضون يأكلون يبون يصومون. فكل ما كان الموديل عندهم واضح وفيه جذب، أسلوب جاذب، يعني مثلا قاعدين يسوون حلويات حق العيد وقاعدين يبرزون، فهذه الأشياء كلها تفرح الأطفال. لما يشاركين البنات بالحلاوة وبتوزعين عمل طيب، لما في صدقات شاركين البنات يودون حق فلان أو حق فلان، أو ينزلون يعطون هاي العامل، يعني كلها فيها مشاركة وأعمال. حتى تعديل السلوك ممكن يكون في هذه الفترة، لأن بتشيلين منه سلوك ما تحبينه مثل مشاهدة اللابتوب مدة طويلة أو اللعب في التليفون مدة طويلة. نعم. ممكن تسوي لهم برنامج عملي ومسابقات خاصة مثلا بعيد الأضحى المبارك. أيوة، يعني ممتع الموضوع حق الأطفال، إن تقولين لهم مثلا يلا اللي شاطر في هذه الأجهزة كل واحد يطلع لي خمس خواص لعيد الأضحى. نعم. شنو خواص يوم عرفة؟ واللي يفوز هو بياخذ جائزة. يمكن يعني بعد احنا نشوف، اسمحي لي على ان انا قطعتك، بس قاعدين نشوف حتى دور المدارس اليوم. نعم. شلون ممكن تعزز مثل هذه القيم بما ان احنا في موسم حج
وتستشعر الفضائل والاعمال اللي ذكرتيها في البدايه، يعني احنا قاعدين نشوف. انا قلت لك مدارس لها دور ايضا. ايوه الزين في يعني هذه الايام انه ممكن الانسان يطبقه عملي. يوم كنا في المدارس كنا نسوي المدرسة. البنات يسوونها بعد مع مدرسة الفنية يسوون منظر نموذج للكعبة ويشوفون ويحطون هني الصفا والمروة ويحطون هني جبل عرفة ويحطون هني طقوس الحج يشوفونها أمامهم يعني بالأركان. أيوة مسقرة وتتابع الأحداث من هاي المكان إلى هاي المكان تطبيقي، وخاصة أن يعني عيالي كانوا في صم، كنت يعني في مدارس الصم وبكم، فيعني كانت النماذج الحسية وايد تأثر فيهم، والحمد لله يعني هاي الأشياء تنطبع في ذهن الطفل لا يمكن ينساها الخبرات. شوفي أنت الخبرات القوية من الطفولة الحين ذكرينها كنا أمس صايرة. صحيح نفس الشيء، هاي شيء ممتع في عيادي، في فطور، في توزيع اللحم، يعني تتنامى فيه الصدقات. الأطفال فرحين، ثياب جديدة وعيادي وصيام، ويعني وفرحة عيد في نهاية هذه العشرة. فالحمد لله إن شاء الله نستشعر هاي كلها بقوة. وأهم حاجة، أهم شيء نعلم الأطفال أن هذا توحيد لله سبحانه وتعالى. كل اللي قاعد يصير كلمة لا إله إلا الله. نعم. والتكبيرات، تكبيرات الحرم. أيوة. نفسها أستاذة نورة، طبعا إحنا ركيزة الحج أو مثلا نقول ركن الحج من أركان. نعم. الإسلام. نعم. إحنا اليوم عندنا عيالنا، طبعا الجيل القديم كان يعرف شنو هو الحج، شنو هو شعائر الحج. نعم. شنو هو فضل عرفة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. نعم. اليوم شلون إحنا نعلم أطفالنا أو ننقل لهم صورة فضل يوم عرفة؟ شوفي الحين وسائل الاتصالات وايد سهلة. نعم. يعني هو اللي بيطلع كذا موسم الوقفة على جبل عرفات يقدر يطلعها بكل سهولة. ومثلا للصيام نعودهم أن يصومون يوم عرفة. نعم. شوفي لأنها تمحي ذنب في السنة، لازم تعظمين هذا اليوم في قلوبهم. يعني هذا اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس، يعني ما في يوم في السنة مثله، ويجي مرة واحدة في السنة تمحى السيئات وتبدل بحسنات. وإذا بتصومين وأنت في بيتك سنة قبل وسنة قبل بعد يعني تحفى عن أو تلقى عن السيئات، وسنة قادمة سنتين، يعني أنت تمشين الحمد لله إن شاء الله من المعفي عنهم بإذن الله. والدعاء مستجاب، يجب التضرع لا. شوفي أنت حسسي الطفل قولي لا، هو إذا قدام مدير ولا قدام مسؤول نعم يبي درجة أو درجتين، إيش بيسوي عشان ينجح؟ بيسوي اللي ما يستوي من التوسل له. صح. نعم. فما بالش دخول الجنة، إيش بيسوي هاي الإنسان؟ أو حتى نعم. طلب من كريم، يعني الله سبحانه وتعالى في غنى عنه، لكن مع ذلك إيه يجيب لنا الدعوة. إحنا اللي محتاجين. نعم. الله محتاج لحق صيامنا ولا محتاج حق حجنا بس لازم إحنا نشكره. والله أنت قاعد تفكر في النعم العظيم اللي إحنا فيها، لا تفكرين ولا في شيء برا، فكري بس في نفسك. شلون تبلعين ريجك عشان ما يجف لسانك عشان تقدرين تتكلمين. تعرفين ان كلامك هاي من هواء الزهفير اللي انت ما تبينه تطلعينه. ضروري انه يرفع الحجاب الحاجز ويهزه عشان تقدرين تنطقين. سبحان الله. فانت شوفي لما انت تركبين الدري يصير عندك النفس سريع، ما تقدرين تكلمين. نفس الشيء في الخوف، يصير عندك دقات القلب سريعه والادرينالين يفرز من الخوف ومن الهلع، ما تقدرين تتكلمين. وهني دورنا أستاذة نورة أن احنا نعلم الأطفال. أيوة. خاصة في هذه الأيام الفضيلة أن احنا نعلمهم أن نشكر رب العالمين على نعمه. نعم. بما أن احنا طبعا ليش صار الحج، ليش صارت الأضحية، نعلمهم. نعم. لماذا نضحي. وبعدين نعلمهم أيضا أن هذا الطقوس الحج كلها ومناسك الحج من أيام سيدنا إبراهيم ترى. نعم. مش من أيام سيدنا محمد. نعم. الإسلام كان مع جميع الأنبياء، فهذه الطقوس سيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى أكرمه لما استجاب لله وخضع ورضى
وقدم ابنه قربان لله. ما قال لا، ما ناقش. سيدنا اسماعيل قال له شوف، شوف طاع على وين، انظر من تفاعل فيني، شو يقول لك ربك سو فيني. لما ربي شافهم شلون راضين، شلون يعني تقبلوا، أفداه بكبش عظيم. أيوة، أفداه بكبش عظيم. فلازم الأطفال يعرفون أن هاي المنسك من هذا الموقف، وكرامة لسيدنا إبراهيم الله أكرم العالم كله أن ما يذبحون عيالهم قرابين، وأنه يبتلونه بكبش عظيم، مثل ما يعني إحنا ننتقي الأضحية عشان هاي الموضوع. نعم، هو موضوع التسليم مثل ما ذكرتي، لكن في نفس الوقت حسن الظن بالله. نعم، سبحانه وتعالى. نعم، يعني هو سلم أمره لكن في نفس الوقت كان عنده إحساس عالي بدون مناقشة. أي، هذه نقطة جدا مهمة بالنسبة لي. أمها هاجر. نعم، مع طفلها إسماعيل، يعني هي قاعدة تحفر البير عشان يطلع زمزم. أكيد هي كانت تركض يمين ويسار في أشواطها بين الصفا والمروة. الله سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا إسماعيل طق بريوله وتنفجر العيون. فضل الله علينا، وفضل الله أن أكرمنا أن زمزم شافية تعافي لما شربت له. وشلون أكرم أمنا هاجر أن الناس كله المسلمين من ذاك اليوم إلى نهاية الخليقة بيكون هناك سعي وطواف. وطواف. نعم، كرامة. نعم، لأمنا. ذلك فضل الله يؤتيه. نعم، من يشاء. أي أيوة والله. نعم، وهي لازم عيالنا يعرفون ويستشعرون شلون كانت السيدة هاجر الصحراء بين الجبال ما عندها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان. القصص كثيرة مالت، يعني من عشرة ذي الحجة، من أول ذي الحجة إلى يوم الوقفة إلى يوم العيد، كل يوم له قصة من قصص مع الرسل، يعني سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل والسيدة هاجر إلى. نعم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللي ما يوقف في عرفة ما له حج. بعد هاي القصة، فكل ما عرفوا الأطفال إيش يتشوقون، وإحنا دورنا الأستاذتي الفاضلة إن إحنا نعلمهم. نعلمهم بداية الحج. نعم، بداية الأشهر، بداية العشر الأوائل. نعم، بداية أيام التشريق اللي هي تبتدي من يوم ما جاء اعتبار يوم العيد ولين يعني شهر العيد. إحنا نعم، نأديها بس. نعم، لازم يدركون إن هذا يعني مناسك الله أوحبها، يعني للأنبياء واصطفى بها المسلمين. والحمد لله يعني الناس بس فتحي على مكة وشوفي، ما يحتاج الواحد يتكلم من عظمة هذا اليوم. إن شاء الله يجعلنا منهم إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين، بإذن الواحد الأحد. كل الشكر لك أستاذة هنورة المناعي، استشاري وخبير تربوي. الله يجزيك. كل الشكر لك. الله يجزيك. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نروح معاكم فاصل قصير، من بعده نكمل باقي فقرات برنامج الصباح رباح. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. خلونا نشوف معاكم التفاعلات حول سؤال الحلقة، هل أنت من الذين يسافرون في العيد وأين وجهتك؟ المشاركة الأولى تقول نعم إلى مصر إن شاء الله. دي مصر أم الدنيا. الله، أحلى 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 مكان. دولة صراحة. المشاركة الثانية نعم إلى الأردن. أنا صراحة أحس زمان زمان رحت الأردن، ما أدري أنت رايحتها أو شيء. أنا رايحتها إن شاء الله، من الوجهات اللي إن شاء الله نروحها إن شاء الله، بس تكون إنها في الشتاء طبعا. يكون الجو مستعدل.
مشاركة أيضا تقول وجهتي الجلوس في المنزل أمام شاشة التلفزيون. لا يعني ليش اطلع روح الحياة حلوة. هاي وايد أو بنت أو ولد ما أعرف يعني وايد عندهم قناعة ما شاء الله عليهم. السفر فيه فوايد طبعا. مشاركة أخرى أكيد البوسنة إن شاء الله. السلام. إن شاء الله خبر وطبيعة. مشاركة أيضا تقول الكويت. نعم الكويت ومشاركة أخرى العيد أجمل بجمعة الأهل والأصدقاء أين موجود. هاي المشاركة المثالية. هاي المثالية بس خذها لك والجمعة هذه وروح وسافر. أول يوم أول يومين ما يمنع لكن بعدين أكيد ممكن الواحد يسافر. مشاركة أيضا تقول تركيا. من أجمل الدول. والمشاركة الأخيرة لا وجهتي الدوحة شكله معانا. هاي معانا بس الحر الله يخليك ما يصلح إن احنا نقعد. إن شاء الله تستمتعون بالوجهات أكيد اللي اخترتوها وشاهدينا ومستمعينا. ومثل ما عودناكم كل سنة أو المؤسسة العامة الحي الثقافي كتارا عودتنا على مجموعة من الفعاليات المتميزة الخاصة بعيد الأضحى المبارك. أكيد راح تعرف أكثر على هذه الفعاليات. يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف مها السبيعي رئيسة قسم الإعلام في إدارة العلاقات العامة والاتصال بكتارا. يا هلا يا مرحبا فيك مها معنا وكل عام وأنت بخير وصحة وسلامة. صباح الخير. في البداية صراحة حابة أصبح عليكم أخت حصة وحنان وعلى متابعيكم وعساكم على القوة. نعم يا مرحبا مها. طبعا ما شاء الله كتارا دائما معودتنا على الفعاليات المتميزة وكل سنة ما شاء الله يكون عندكم شيء جديد. مو بكل سنة كل فعالية ما شاء الله. نبي نعرف شنو الفعاليات اللي راح تقدمونها خلال عيد الأضحى. طبعا برنامج العيد في كتارة مثل كل سنة إن شاء الله برنامج ثري ومتنوع يناسب بجميع الفئات والأعمار والأذواق إن شاء الله. نعم. راح يكون في هناك عروض فنية ومسرحية بالإضافة إلى عروض تراثية. نذكر منها العرض الأكثرية اللي إحنا نحرص دائما أن في كل فعالية يكونوا متواجدين معنا. نعم. وعرض فرقة موسيقى الشرطة. وطبعا راح يكون هناك مسير ثقافي حق عدد من الدول مثل سوريا والمغرب ونذكر منها الأردن وفرقة الصين إن شاء الله وعروض أفريقية. طبعا بالإضافة إلى هناك راح يكون في ورش فنية مجموعة كبيرة طبعا من الورش الفنية اللي راح تكون على كورنيش كتارة للرسم والتلوين والصناعات اليدوية. بالإضافة إلى هناك راح يكون إن شاء الله في عرض مسرحية على فترتين مسرحية بستان الأحلام. وطبعا الفقرة اللي احنا نحرص كل عيد تكون موجودة ويحبها الأطفال عيدية كتارة. وهالسنة راح تكون إن شاء الله توزيع العيادي داخل السيارة في نقاط محددة في شوارع كتارة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا مها الفعاليات أكيد راح تبتدي في وقت معين وراح تستمر إلى وقت معين. خلنا نتكلم متى من متى راح تبتدي هذه الفعاليات ولمتى راح تستمر وين أماكنها بالضبط؟ إن شاء الله راح تبدأ فعالياتنا من أول يوم العيد لين رابع يوم العيد. راح يكون من الساعة 6 مساء حتى 10 مساء إن شاء الله. وطبعا في عروض قبة سورية فلكية راح تبدأ ثاني أيام العيد لين رابع أيام العيد. والألعاب النارية راح تكون أول 3 أيام العيد على كورنيش كتارة. جميع فعاليات كتارة راح تكون إن شاء الله على كورنيش كتارة. نعم مها يمكن أهم شيء بسألك فعالية العيدية وين بتكون ومكانها. نعم أي إن شاء الله راح يتم توزيعها داخل على الأطفال داخل السيارات في شوارع كتارة نقاط محددة إن شاء الله راح نعلن عنها قريب. نعم نعم مها طبعا الصدى لمثل هذه الفعاليات أكيد يساهم في الترويج القطر كوجهة سياحية أولى خلال هذا العيد. أي نعم مثل ما تعرفون يعني كتارة تعتبر الوجهة السياحية الأولى في قطر بما يعني تحتويها من مرافق ومطاعم. طبعا أيضا لمحبين التسوق عندنا 21 هاي ستريت بالإضافة لمجموعة كبيرة من المطاعم والقهاوي اللي في منطقة مكيفة ومما يعني يؤكد أن هاي راح تكون الوجهة المناسبة لزوار قطر خلال فترة الصيف. طبعا بالإضافة أن احنا نحرص كل سنة في فعالياتنا أن تكون مناسبة حق جميع الفئات والأذواق وتكون فرصة إن شاء الله للزوار من جميع الدول أن يقضون أجواء عائلية مميزة عندنا في كتارة.
نعم، هذا خلال العيد مها، شلون باقي الفعاليات خلال الفترة القادمة؟ بالعكس احنا نحرص دائما ان احنا تكون فعالياتنا تجذب الجمهور وزوار قطر تحديدا، يعني من ناحية الورش الصيفية اللي راح نقوم فيها ان شاء الله، وايضا معارضنا فاتحة ابوابها، ومثل ما قلت المنطقة المكيفة عندنا 21 هاي ستريت الوجهة الاولى يعني حق زوار قطر انه يحرصون انه يحضرون دائما هاي المنطقة المكيفة، لأن فيها قهاوي ومطاعم وفيها السوق يعني مثل ما يحبون السوق وكذا. بالإضافة إلى شاطئ كثارة فاتح أبوابه إن شاء الله لمحبين يعني البحر، هناك ألعاب مائية، وطبعا في منطقة مخصصة للأطفال. نعم مها، تهنئة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من خلال شاشة قناة الرياض. صراحة حابة أول شيء أشكركم على الاستضافة، وحابة أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وطبعا ندعو الجميع لزيارة كتارة وأن يستمتعون بفعاليات وأجواء العيد فيها. حياكم الله وعيدكم مبارك. الله يحييك. طبعا أختنا مها السبيعي من كتارة، مديرة العلاقات العامة والاتصال، الله يعطيك العافية. ومشاهدينا واستمعينا، من كتارة إلى وزارة البلدية والتي بدورها تبذل جهود واضحة ممثلة في قسم الرقابة الصحية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ننتقل الآن إلى بلدية الريان مع الزميل مشعل حسن. صباح الخير يا مشعل. أولا أصبح على زميلاتي بالاستديو، وأصبح عليكم أيضا مشاهدينا الكرام. ونعم أعزائي المشاهدين، أنا اليوم موجود بمكتب الغرافة ببلدية الريان، وبما أن اقترب عيد الأضحى ودنا نعرف أهم استعدادات البلدية بهذا العيد المبارك. وللحديث أكثر عن هذا الأمر يسعدنا أن يكون معي السيد بادي حسن النعيمي، رئيس مكتب الغرافة ببلدية الريان. ونقول صباحك الله بالخير أبو حسن. صباحك الله بالخير والسعادة. هلا بك. ودنا اليوم تحدثنا عن أهم استعدادات البلدية خاصة من ناحية قسم الرقابة الصحية. طبعا لا يخفى عليكم دور البلدية في الرقابة على الأقضية، فقد قمنا بما يقارب 700 جولة تفتيشية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، فقمنا بجولات تفتيشية على المطاعم ومحلات الحلويات، كذلك على المقاصب التي ينشط فيها عمل اللي هي ذبح الذبائح. ممتاز. أيضا ودنا نعرف أهم الإجراءات والاشتراطات اللي تكون على المقاصب والملاحم. طبعا أنشئت تلك المقاصب على أعلى من مستويات، كذلك لابد تتوافر فيها غرف للذبائح وحظائر، كذلك زودت بدكاترة بيطريين متخصصين ذوي خبرة يقومون بالإشراف على الذبيحة قبل وبعد الذبح. اليوم في العيد دائما ما تكون العوائل عندها جدول مختلف، فيعتبرون المطاعم من إحدى الجداول المرشحة في العيد، إن اليوم بنتغدى في هالمكان، بنتعشى في هالمكان. نبي نعرف أكثر عن الحملات التفتيشية بالنسبة للمطاعم والمنشآت الغذائية. طبعا كالعادة قمنا بالتفتيش استعدادا للعيد، وكذلك المناسبات العالمية أو الدينية أو الاعتيادية، قمنا بالتفتيش على كثير من المطاعم للالتزامها بالاشتراطات الصحية والمقاييس الخليجية والعربية، كذلك قمنا بالتفتيش على غرف الإعداد للطعام ومخازن وثلاجات، والتزامهم بالاشتراطات القياسية من لبس تواجد ملابس للعاملين، كذلك وجود قفازات وقطاع للرأس، ووجود شهادات صحية للعاملين فيها. اللي تصدونه مخالف شو تسوون فيه؟ طبعا ضمن قانون 8 لسنة 1990 شرع المشرع أما مخالفة مالية أو إغلاق حسب ما يراه مدير البلدية. مخالفة المالية كم قد؟ من نصفها من 15 إلى 30 ألف. ودنا أيضا نعرف عن بالنسبة للشخص اللي يشوف أحد مخالف، يعني اليوم المقيم أو المواطن لما يشوف مطعم مخالف شلون يقدر يبلغ؟ هل يبلغ الشرطة ولا البلدية لها طرق للتواصل معه؟ طبعا فيما إذا كانت حالة تسمم عليه اللجوء إلى وزارة الصحة، أما إذا كانت غير ذلك عليه التواصل عن طريق خدمة عون أو طريق الهاتف 148 أو الحضور إلى البلدية وتقديم شكوى. سيد بودي، لو تعطينا أيضا نصائح بخصوص هذه الأمور. طبعا من النصائح في المقاصب خصوصا يزداد الطلب على ذبح الأضحية، فنرجو من الجميع الالتزام بالدور
كذلك الخروج والدخول من الأماكن المخصص لها، كذلك في المطاعم التأكد من مدى صلاحية المادة الغذائية وتماسكها بالحالة اللي هي الاعتيادية من رائحة وطعم ولون. شكرا جزيلا لك سيد بودي، ما قصرت، يعطيك العافية. شكرا، جزاك الله خير. ونعم السادة المشاهدين، هذا اللي كان عندي من هنا من مكتب الغرافة ببلدية الريان، وحاليا نتوجه بالصوت والصورة إلى زميلاتي بالاستديو. شكرا لك زميلنا مشعل، والشكر موصول أكيد لضيفك الكريم. الحين إيش رأيك حنان نروح فاصل قصير مع مشاهديننا، ومن بعدها نكمل ما تبقى من فقراتنا لهذا الصباح، خلكم معنا. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. ضيفتنا اليوم فنانة تشكيلية كان لها عدة مشاركات في معارض فنية مشتركة، بالإضافة إلى تجربة الرسم المباشر أمام الجمهور على هامش عدد من الفعاليات، منها مهرجان كتار المحامل التقليدية وغيرها أيضا من الفعاليات. نعم يا حنان، وحول هذه التجربة الفنية يسرنا أن تستضيف معنا في الاستوديو الفنانة التشكيلية حنيفة عبد القادر. صبحك الله بالخير حنيفة. صبحك الله بالنور. حياك الله معنا في برنامج الصباح أرباح. في البداية حابين نعرف مشاهدينا شلون طورتي موهبة الرسم، متى بدأت عندك، وشنو لونك في الرسم التشكيلي؟ دائما هو الفن يعني يكون شيء فطري صراحة في الإنسان. يعني كانت موجودة منذ الطفولة، بس مع الوقت حاولت أطورها. طبعاً مدرسات الفنية ساعدوني، وفترة الجامعة أنا حاولت أن أكرس تركيزي كله في الدراسة، بس من تخرجت يعني وحاولت أني أطور في الفن وأتعلم وأروح عند أساتذة. نعم، شو تحسين اللي المجالات اللي تستهويك، أو الخطوط العامة في الفن اللي تستهويك؟ الفن الواقعي، بالذات إذا أشوف مشاهد مثلاً إنسانية، قضايا إنسانية، أنا أحب يعني مثلاً أرسم فيها أو يكون لي رسالة يعني عن طريقها. يعني الفن التشكيلي المباشر مثل ما إحنا نسميه، طبعاً تشوفين الحدث وترسمينه قدامك، يكون في الواقع. أشوفها يعني مباشر، أو ممكن أخذ عنه صورة، أدور عن الحدث نفسه، أسوي عنه بحث، ومن ثم بس إني أبني الفكرة صح، ممكن ديك الساعة أقدر أنفذها. نعم، اللوحات الجميلة اللي نشوفها معانا في الاستديو، هل هي كانت بنفس الطريقة ولا شلون جاتك الفكرة واستلهمتي فكرة هذه اللوحات؟ كان في رحلة العام الثقافي العام 2023 قطر إندونيسيا، وشاركت في رحلة تطوعية. من ضمن هذه الرحلة طبعا احنا يعني زرنا مزارع الأرز وزرعنا في مزارع الأرز، وشفنا إن إيش كثر الموضوع مش سهل. يعني شفنا يعني الشعب الإندونيسي ما شاء الله يعني يكهد يشتغل بجد، فحبيت التجربة كثير، فلذلك رسمت مزرعة الأرز. بس في هاي اللوحة حاولت إن أستخدم الأسلوب التعبيري أكثر من يكون يعني واقعي. التعبيري بمعنى إنه هو من الواقع، لكن فيها تتشات، فيها لمسات غير إنه اللي في الواقعية بدقة. أيوة. أي. يعني ما شاء الله فيها تفاصيل، هذه الشير تفاصيل، حتى تدرجات الألوان، القحفية اللي يحطونها هذه اللي على راسهم، يعني اللي صراحة جدا جميلة. طيب اللوحة الثانية. اللوحة الثانية كان يعني هي طبعا من تصوير مصورة اسمها العبد الله. واحنا كنا من ضمن يعني كنا نمر في الشوارع، وهاي كان في احتفالات يعني كانوا يحتفلون فيها احتفالاتهم الوطنية. فهي صورتها الطفلة وسألتها، طبعا خدت إذنها أن أقدر أرسمها، وهي كانت يعني صراحة بادرت واستانست بالموضوع. قالت طبعا فيعني شيء يلمس إندونيسيا، يعني أنا صراحة وايد تأثرت بهالرحلة وحبيتها كثير. فشيء أحب أن يعني أجسد الموضوع هاي في لوحاتي. أمزين، أكيد لك هناك مشاركات طبعاً حنيفة، كلمنا عن مشاركاتك السابقة. لي مشاركة تقريباً يعني صارت من كم شهر، هي مبادرة الفن من أجل السلام، يعني أطلقتها المتاحف، بدينا فيها تقريباً شهر يناير، ويعني المبادرة هاي يعني كان لكل الفنانين اللي موجودين في قطر، سواء مواطنين أو مقيمين، يقدرون يشاركون فيها. وكان عندنا يوم تجمع، يوم الجمعة نتجمع مثلا في أحد المتاحف ونرسم مباشر. وفي النهاية
كل هذه اللوحات راح تنباع في مزاد، وكل المزاد هذا بيروح كله لصالح غزة. فكانت هذه يعني أحلى مبادرات اللي شاركت فيها. كانت الرسومات اللي رسمتيها طبعاً خاصة بغزة ولا تختلف؟ يعني هي لوحة أنا رسمتها مباشر، كان عن طير اسمه الأسد. يعني هي فيها فكرة وفيها فلسفة، فيها يعني مبدأ الحرية كون الطير، فيها مبدأ الحرية وبيت يعني هذا النوع من الطيور إن هي من طيور الغير مهاجرة، إن الأرض اللي هي تسكن فيها يعني مستحيل تهاجرها. فأنا ربطها بموضوع إن مستحيل الشعب الفلسطيني يترك أرضه. فهاي كان الربط بالموضوع. نعم. الحين احنا قاعدين نشوف اللوحات معاك، وطبعا هاي اتوقع الطير الأسرد اللي موجود على الشاشة. والله شكله جميل. شكله جميل وحلو بعد ان تشوفي. انت قلتي في البداية ان الانسان شلون قاعد يطور موهبته مثلا من خلال الاحتكاك المباشر، يكتسب خبرات معينة. مشاركات اخرى شاركتي فيها يمكن من خلال حتى مهرجان المحامل التقليدية، شلون مشاركاتك فيه؟ المهرجانات هذه صراحة انا يعني احب اشارك فيها. ليش؟ لان احس فيها روح التفاعل بين الفنانين والجمهور. حتى أنا موضوع اللوحة يعني نحاول ناخذها من المهرجان نفسه. يعني شيء وايد حلو، يعني أحب أنا أشارك في هالمهرجان خاصة يعني في كل سنة. وأحاول أن كل سنة ممكن أن يكون موضوعي مختلف عن اللي قبل. صج تراث، بس أنه مرة يكون بورتري، مرة يكون مثلا محمل بهالشكل. شنو مشاريع حنيفة الجاية إن شاء الله؟ المشاريع الجاية يعني الحين حاولت أني أخذ خط شوي مختلف، يعني اشتغل في الديجيتال شوي. فقاعده ادرس جرافيك ديزايننج وعاجبني المجال، فاحاول اني ادمج بين الفن الواقعي اللي انا اشتغل فيه والجرافيكس. اصعب ولا بالنسبه لي؟ يعني دائما كان عندي الشغف في هالموضوع، فقلت ليش ما اهتم في هالموضوع اكثر واسوي شيء مختلف. يعني راح تقدرين تستغنين عن الريشه، مسكه الريشه؟ خلي الريشة ترفع عليها. احنا طبعاً يعني أنا علاقتي بالريشة قوية جداً. والألوان طبعاً. بس لا غنى عنه. ليش الديجيتال يعني بعد شيء حلو، بعد مجال يعني له ترند بعد. نعم. في النهاية شنو حابة تقولين؟ والله حابة أوجه رسالة أن احنا دائماً نفكر أن الفن عبارة عن فقط جمال، ويعني تعبير عن الأفكار والجمال، بس في نفس الوقت احنا ممكن الفن هذا نستغله يعني نبادر في هالمبادرات ونشارك فيها لدعم قضية إنسانية. نعم. كل الشكر لك. نعم. فنانة التشكيلية حنيفة عبد القادر، وشكرا لحضورك في الاستديو. مشاهدينا واستمعينا، إلى أخبار العالم، وكرواتي يحول شغفه القديم بالقطارات إلى متحف. في زغرب تعبر عشرات القطارات في داخل أنفاق وتجتاز أخاديد قبل بلوغ المحطات من دون أي تأخير. فقد حول أنتون أوربيتش شغفه منذ الصغر إلى متحف لافت لمجسمات القطارات. بدأت القصة قبل أكثر من 6 عقود بعدما قدم له والده أول نموذج من هذه القطارات المصغرة. ولطالما كانت مجسمات القطارات تودع في علية المنزل، لكن في 2011 قرر هذا الرجل نقل مجموعاته الكبيرة إلى موقع أكثر قدرة على استيعابها في وسط العاصمة الكرواتية، حيث كان يلعب بمجسمات القطارات مع أصدقاء 3 له، قبل أن يقرر بعد 4 سنوات أن يفتح متحفا لها. da ljudi mogu to vidjeti. Ali sve je krenulo iz fobija, iz aplikacije i tu smo radili 4 godine naše tvorica smo se doslovce igrali. مع سكك حديد ممتدة على كيلومتر تجوب مناطق متخيلة، يشكل باكو ميني إكسبرس أكبر متحف من نوعه في جنوب شرق أوروبا. وقد أنجزت سكك الحديد بدقة كبيرة مع إظهار تفاصيل شبيهة بالمناظر الطبيعية للقرى والمدن والجبال والطرقات. ويضم المتحف أكثر من 150 قطارا، إضافة إلى 2500 شخصية تظهر متنزهين وشرطيين ومدعوين إلى حفل زفاف، ومتزلجين ومسافرين ينتظرون في المحطة. ومن كرواتيا راح ناخذكم إلى هولندا، وعائلات هولندية تنشئ مزرعة جماعية عضوية لمواجهة التغير المناخي. نشاهد.
قرر سكان بلدة بوكستل الهولندية إنشاء مزرعة عضوية يديرونها جماعيا تهدف إلى تحويل العادات الغذائية في هذا البلد المعرض بشكل كبير لتداعيات التغير المناخي نظرا إلى ارتفاعه المنخفض عن سطح البحر. وتقرر حوالي 200 عائلة ما ستنتجه هذه المزرعة الأولى من نوعها في هولندا، وهي توظف مزارعا ليهتم بالمواشي وزراعة عشرات الأنواع من الخضر والفواكه. الدور primaire doel voor de leden is natuurlijk voedselvoorziening op een mooie duurzame wijze dicht bij huis. Maar wat je ook wel ziet is dat herenboeren eigenlijk langzaamaan kietelt aan een transitie van naar een ander voedselsysteem in Nederland. وتغطي المزرعة مساحة 20 هكتارا تقريبا، ويعيش فيها 15 بقرة و500 دجاجة، وتنمو فيها المزروعات التي يقررها جماعيا الأعضاء الذين سيحصلون على حصصهم، وقريبا سينضم روبوت إلى الدواجن لديه القدرة على اكتشاف ما إذا كانت الفاكهة ناضجة، وكذلك ستستخدم طائرة من دون طيار لدراسة الحقول بهدف مساعدة المزارعين وتقليل الحاجة إلى القوى العاملة. وصلنا معاكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام نهاية حلقتنا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والتفاعل الدائم. وسؤال حلقة بكرة، ما هو شعورك عند مشاهدة الكعبة لأول مرة؟ يمكن بعد تكلمنا وايد اليوم عن الروحانيات مع ضيفتنا حسن نور المناعي، تكلمت ان احنا شلون نقدر نعزز مثل هذه القيم والمشاعر خاصة خلال موسم الحج. نعم، وطبعا تكلمنا مشاهدينا الكرام عن الفعاليات اللي موجودة في كتارة وتغطية جدول كامل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتكلمنا أيضا عن البلدية. نعم. ورقابة التغذية خلال طبعا فترة العيد، وبعد تكلمنا عن الفن التشكيلي. نعم. المباشر. صحيح. مع ضيفتنا حنيفة. كانت هذه حلقتنا، يعني نتمنى انكم استمتعتوا فيها، استمتعتوا بالمحاور اللي موجودة فيها. نعم، نذكركم سؤال حلقة بكرة، ما هو شعورك عند مشاهدة الكعبة لأول مرة؟ ايش سويت يوم شفتي الكعبة لأول مرة؟ كان من زمان حصة. شعور غريب صراحة، يعني أنا بس أحس أن أول ما تدخلين في شيء يعني روحاني كبير، تحسين مشاعر صراحة ما تنوصف بأمانة، يعني كان بالنسبة لي شيء يعني ما انساه. شفتي لما يكون دار ما دارت نفس الصمت، ما شفتي ما اعرف ايه الجزء الاسود، وبعدين على طول سبحان الله تنمر دموعي. حلو قلتي انه يعني هو زحمه بس انت حاسه بهدوء. سبحان الله على الزحمه اللي موجوده بالصمت. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم بكره على مواضيع خير، على خير في مواضيع وفقرات متنوعه من برنامجكم الصباح رباح. لذلك الوقت، كونوا في امان الله ومع السلامه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك.